المشكلة وين عندنا؟ المشكلة كل دول العالم تمشي باستراتيجيات خاصة في يسموها استراتيجيات إدارة المعرفة، وهي بها نماذج عديدة تطبق لكل مؤسسة حسب وضعها وحسب بيئتها الداخلية، تطبق لها فد نموذج يواكب هاي يعني يواكب هاي المؤسسة أو هاي الوزارة. ليش؟ لأن احنا يعتمد عليه من على العمر المهني. كل إنسان أنت اليوم من يبدي موظف بسيط بدرجة وظيفية بسيطة ويتدرج بالعمل على مدة 20 سنة. نعم. هاي 20 سنة شقد راح الدولة تطي من دورات داخلية ودورات خارجية ومعالجة مشاكل وعمل يومي مهني باستمرار، هذا كله بالمحصلة راح يولد عنده فد نوع من الخبرة، نوع من المهارة، نوع من فهم البيئة اللي هو دا يتعامل بيها. احنا اليوم اغلب مشاكل مؤسساتنا للأسف انه يجيبوا لك مدير عام من خارج السرب، من خارج المؤسسة، فبالتالي صعب يختار فريقه، راح يعتمد على اسلوب الوشاية. نعم. والناس اللي تتقرب له في سبيل انه تحصل على مكاسب للأسف. فهنا هاي الفلسفة خاطئة للأسف، وده ندفع ثمنها على مدار 20 سنة. ليش؟ لأن احنا ما قاعد نعتمد أو ما قاعد تختار، حتى الأحزاب ماكو مشكلة، كل دول العالم بها أحزاب وتنافس، لكن هذا الاختيار ما يتم من خارج المؤسسة، المفروض يتم من داخل المؤسسة.